المملكة العربية السعودية، وكارييف فاتو من طاجكستان مساعدا أول، واتشين هيساو واتشين غايسن كلاهما من الصين تايبي. إذن فعادت لمنتخب الأردن سرعة ومهارة وتقدم وصول محاولة جول. الله على يريد أن يلعب، لكن التسديدة اليابانية خطيرة 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 خطيرة، تسديدة يابانية كانت قوية من اللاعب اللي هاشيكي. كرة بينه وبين لاعب المنتخب الأردني، عرقلة موجودة أم لا؟ مطالبة بالشيء، الحكم يراها سليمة. السعودي الأردن أمس يكون للنشامة آراء أخرى. كرة اللعب عالية والتصدي حاضر، لا زالت خطيرة. كنا بها محاولة يلعبها عرضية بهذه الطريقة، وصلت جول 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 جول. الله لهاشيكي هاشيكي هاشيكي، انطلاقة من اليمنى سريع هذا اللاعب. يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل، تابعة إلى ماتسوكي. ماتسوكي خطيرة. الله 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 على الصناعة، الله على التنفيذ. كافي الوصول للمرمى الأردني في أي لحظة. كرة بها محاولة طويلة للأمام، أوه ضاعت كرة خطيرة بغرابة من لاعبي المنتخب الياباني. كانت فرصة من النيران الصديقة، عندما كرة لليابان طويلة للأمام داخل منطقة الجزاء. ماتسوكي الله يخليه يتحرك، يقلل من خطورته. هنا محاولة كودا على جهة اليمنى، عرضية بعيدة كل البعد، وصلت وين؟ سوتا كيتانو. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، حلوة خطيرة لمنتخب اليابان، لكن الفالوجي حولها للدفاع رغبة بالوصول. شوف الانطلاقة، شوف السرعة. سوتا كيتانو كيتانو كيتانو، عرضية يابانية جول. هدف اللقاء الأول لمنتخب اليابان عند ساكوموتو. إيسا ساكوموتو يضع هدف اللقاء الأول بانطلاقة بفرصة سيتا كيتانو، وسط الفرحة الجميلة لهذا العدد المتواجد على مدرجات الاستاد لوكوموتيف. إذن 1-0 لمنتخب اليابان وفق ضغط رهيب مارس على الأردن بعد تسديدة على مرمى الفالوجي. هاي هاي شوفها، شوف الكرة، شوف الضغط المناطقي الرهيب، الانطلاق من سوتا كيتانو. كيتانو على طريقة الدراغون بول، هدف اللقاء الأول لمنتخب اليابان، وبالتالي فرصة يعني فرصة لفرض الأسلوب أكثر، فرصة للعب. يا عيني يا عيني يا عيني، كملها، عرضية خطيرة لمنتخب الأردن، لا زالت الخطورة، والتسديدة اصطدت من حارس المرمى إلى ركلة زاوية. إلى ركلة زاوية بطولة واحد كبطل في عام 2016. بينما هنا الكرة بها محاولة لمنتخب اليابان، سرعة بالأداء. كيتانو كيتانو، والتسديدة والهدف الثاني. جول لمنتخب اليابان. الواقع يفرض نفسه، والقدرة اليابانية والسيطرة اليابانية الكاملة تثمر عن رابع أهداف هذا الرجل وثاني أهداف المباراة في الدقيقة 70. إذن 2-0 لليابان، والأردن تتأخر، تتعقد أمامها كل الأمور. هداف البطولة يعزز تقدمه ويعزز صدارته اللاعب ناوكي كوماتا، لاعب اللي أمامك. شوف 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 شوف، كرة على المقاس مباشرة على رأسه، وبالتالي 4-0 4 لهذا اللاعب. 2-0 في هذه المباراة، 4 أهداف تقارب التوازن اللي موجود عند المنتخب الياباني هي من أثبرت على النتيجة. كوماتا والهدف الثالث، لكن الراية مرفوعة والتسلل حاضر على لاعب المنتخب الياباني. هدفين. شوف هذه الكرة اللي قال بها أوفسايد، بها كلام شوية، يبقى القرار منطقة اليابانية كلها لابسة أزرق. شوف كل الدفاع اللي موجود، لكن المحاولة الأردنية خطيرة على المرمى للضرب المرة الثالثة. سانو سانو سونو، يا ساتر، خطيرة خطيرة من أبو طاها، مهند أبو طاها أبو طاها أبو طاها، والتسديدة والصافرة السعودية أتت. مشاهدينا الكرام في كل مكان، منتخب اليابان يتأهل إلى مونديال الشباب، ويصل إلى الدور نصف نهائي لمواجهة منتخبنا الشباب إن شاء الله بالتوفيق. مباراة فاز بها اليابان عن طريق ساكوماتو، سجلت أهداف في دقيقة 54، وعن طريق كوماتا سجل الهدف الثاني بالدقيقة 70. إذن 2-0 اليابان على الأردن. مباريات الدور الثاني انتهت، وبانتظار مباريات نصف نهائي إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم. شكرا لحسن الاستماع وطيب المتابعة مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. هذا أنا محمد قيس، حتى ألتقيكم بمباريات أخرى، تقبلوا مني أجمل التحايا. الآن عودة إلى الزميل العزيز سيف الباشا وضيوف الكرام الكبات الأعزاء، كابتن جبار هاشم
كابتن بسام رؤوف إلى هناك.